تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم ظهر اليوم احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، وذلك بمصفاة ميناء عبد الله. وواصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس وليد خالد رشيد البدر. وقد تم عزف النشيد الوطني. تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بتدشين التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي. وبعدها تفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية. ثم غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.